répondeur des enfants. Répondeur des enfants. علاش لازمنا نخلصوا فاتورة الماء والضوء؟ ما عندناش امبي دمبي وعلى خاطر الماء احنا نستهلكوا فيه ولا تبذروا في الماء كثيرا. اي لازمنا نخلصوا خاطر احنا نستهلكوا في الدار، كان هما كان مش هما في الدار احنا من لا نشوفوا حتى شيء وما نجموش نشربوا هكا علاش خذنا نسالكوا فيهم واحنا لا قاعدين كي ما خلطوش ماء وضوء شو يصير؟ يتقص الضوء يتقص الضوء يتقص الماء يتقص الماء نشعلوا كم في الشمع نشعلوا في الشمع شو ستيك ماء لازم نخلصوا من فاتورة الماء والضوء باش ما يقصوش علينا، هو من أصله يقص علينا الماء، خاطر ما نعرفش حسب توقعاتي يحافظوا على الماء وكيف ما تعرف ما الناس ديما تمشي للبحر وتقوم بعد تروح تدوش الماء. الماء ما عند ربي والضوء ما عند ربي علاش نخلصوا فيه؟ والله ما فهمتش علاش هما يستغلوا فيه باش نخلصوا يستغلوا فينا باش نحن نخلصوا الماء وهما يحكموا فيه على جال الفلوس هكاهو. خاطر مش معقصوش علينا وهو من اصله قص علينا والضوء بابا يخلص وما تستهلك الضوء صحيح نستعمله برشا التلفزه انا مالكنا الماء مش برشا يقصص علينا شو مش يقصوا علينا الماء والضوء يخدموا فيه عميراز يقص علينا في الماء عميراز ما يقص علينا الماء نخلصوا فاتورة الماء والضوء على خاطر كي ما خلصهمش يقصوهم علينا وحني معناتها بلا ماء لا نجمو لا نشرب معناتها نموتوا بالعطش وما نجموش نطيبوا كشي والضوء زادة ما نجموش معناتها نقروا دروسنا في القراية كل شيء معناتها حتى عبد كي يبدأ مش يبدأ معناتها تحت وحنش ولا حاجة ما يفقش بيه هاي برشا برشا زادة بابا ديما شكون أكثر واحد يستعمل الضوء في الدار الكل كي لا ماما ديما تستحبط ديما تنقص شوي Le répondeur des enfants. Répondeur des enfants.